لاعب فريق المغرب التطواني. إذا ننتظر هل تكون البداية موفقة لفريق المغرب التطواني في حدود هذه الدقيقة، الدقيقة السابعة. إذا التنفيذ وهدف، هدف لفائدة المغرب التطواني في حدود الدقيقة السادسة. مشاهدينا الكرام، بداية موفقة للفريق الزاهر، فريق المغرب التطواني الذي أكد بأنه حضر لمدينة العيون لتحقيق نتيجة إيجابية. ونتابع في الصورة بعد انصار فريق المغرب التطواني يحتفلون بهذا الهدف المسجل، ولكن انه تحقيق الانتصار اليوم ضد فريق شباب المسيرة سيكون بطعم مميز. اذا هدف ثاني للمغرب التطواني، هذه المرة بتوقيع زكريا الملحاوي الذي يضيف الملح بالنسبة لفريق المغرب التطواني على جروح فريق شباب المسيرة. إذا الملحوي ينتظر حتى حدود دقيقة الـ40 مشاهدينا الكرام ليوقع الهدف الثاني لفائدة فريق المغرب التطواني أمام حسرة كبيرة وكبيرة جدا للمدرب عزيز كركاش. تابعوا اللقطة بالتصوير البطيء، الكرة التي بغتت دفاع وحارس مرمى فريق شباب المسيرة، وبذلك عزيز العامري رفقة فريق المغرب التطواني يحققون الهدف والمشهود، وهو تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل إلى حدود هذه الدقيقة. ماذا يحدث لشباب